مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسع. وإحنا بنتكلم على مهرجان العلمين، وطبعا الساحل الشمالي بيكون وجهة لعدد كبير من السياح على مستوى العالم، خصوصا في شهور الصيف. لكن الحقيقة اللي بيحصل في العلمين والتوجه لأنها تكون وجهة سياحية على مدار العام، ده بقينا بنشوفه بكل التغييرات والاستراتيجية الجديدة اللي بنشتغل بيها على أرض العلمين. السياحة في مصر ده يعني ممكن يكون المنقذ في الوضع الاقتصادي العالمي اللي موجود. تزايد أعداد السياح اللي محدش فينا ما يقدرش يكون مدركه وشايفه في الشوارع في كل حتة في البلد، مش بس في الساحل الشمالي، ده شيء مفرح جدا الحقيقة ومبشر جدا. والحقيقة ده كان وراه جهود كبيرة اتعملت كل اللي بيشتغلوا في السياحة بقالهم فترة، بيشتغلوا باستراتيجيات مختلفة، بيحاولوا انهم يدخلوا اسواق مختلفة ما كانتش مصر موجودة على خريطة السياحة فيها بالترويج. يعني الحديث عن المتحف المصري الكبير حديث غاية في الفخر والعظمة، وده حدث في بورصة برلين وكان حديث مشرف جدا. كل الجهود اللي اتعملت سواء على مستوى الطيران او حتى على مستوى التسهيلات في الحصول على الفيزا وتأشيرات دخول مصر، كل دي فرقت وانصبت في اعداد السياحه. احنا بنكلم حضراتكم ان احنا السنه دي بنتارجت ان احنا نوصل ل 15 16 مليون سائح، وده رقم لو تحقق واحنا ان شاء الله على مشارف ان احنا نحققه هيكون الاعلى معدل في التاريخ للسياحه المصريه. خلينا نعرف مع حضراتكم اكتر تفاصيل هذا الحدث وازاي بيتم العمل على هذا من الاستاذ احمد يوسف المتحدث باسم وزاره السياحه والاثار. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني لو تطلعنا على الاستراتيجيه اللي بتعمل بيها وزاره السياحه والاثار للترويج للمقاصد السياحيه المصريه بتنوعها وشتى مجالاتها الثقافيه والشاطئيه ويعني السياحه المعتاده في مصر، لو تقول لنا ازاي بتشتغلوا على هذا على هذه الأصعدة لزيادة عدد السياح القادمين لمصر؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بداية أحب أقول إن إحنا بنتكلم على ثلاث مستويات هنا. واحد، قوة المنتج المصري. اثنين، الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية بشتى مجالاتها. الجزء الثالث هي استراتيجية وزارة السياحة والآثار 2030 اتساقا مع استراتيجية مصر 2030 علشان نوصل للمستهدف بتاعنا بإذن الله ل 30 مليون سائح. النهارده في عندنا ثلاث محاور رئيسية لهذه الاستراتيجية: زيادة سعة الطيران القادمة إلى مصر لأكثر من ثلاث أضعاف. المحور الثاني التجربة السياحية. المحور الثالث تحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص علشان زيادة الطاقة الفندقية الحالية لأكثر من ثلاث أضعاف. الثلاث محاور دول ليهم خطط تفصيليه بالعمل مع القطاع الخاص المصري والجهات المختلفه والوزارات الاخرى. هنتكلم الاول على تحسين يمكن التجربه السياحيه بدايه من دخول المطار والزملاء العاملين من مختلف الجهات سواء من الجوازات او الجمارك او خلافه. طبعا تسهيل التأشيرة السياحية وسهولة الحصول عليها في بعض الدول كمان أونلاين، يعني قبل ما الناس توصل للمطار بيبقى معاهم الفيزا بتاعتها وسرعة الإجراءات. حتى مسألة التأشيرة أستاذ أحمد، تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التأشيرة الخاصة بسياحة اليخوت وإنه هذه التأشيرة تكون ثلاث شهور. أنا عايز أقول لحضرتك إن كل ما الدولة تاخد إجراء إيجابي في صالح السياحة فده بيدينا دفعة كبيرة جدا ان احنا نزود الارقام ونوصل للمستهدفات بتاعتنا بسرعة اكتر. لان حضرتك السياحة هي مش فقط وزارة السياحة والآثار، لكن وزارات اخرى بالتعامل معانا والهيئات المختلفة، كل ما حد يلعب الدور بتاعه وناخد خطوة كل ما نقدر نوصل لمستهدف الدولة باسرع من كده باذن الله. والحمد لله يعني السنة دي احنا وصلنا يمكن في النص الاولاني من السنة 7 مليون سائح، ده رقم يمكن ما اتحققش قبل كده في النص الاولاني من السنه، والمسبب بتاعنا السنه دي 15 مليون. يمكن نفتكر اعلى رقم سياحي وصلنا له كان 14 مليون وشويه في 2010، فالسنه دي اذا ربنا كرم ان شاء الله وحققنا المسبب بتاعنا هنحقق رقم ما اتحققش قبل كده في تاريخ مصر في السياحه بالذات. ازاي اللي اتفضل كم اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا طبعا يعني غير زياده الاعداد السياحيه احنا شغالين بطريقه منهجيه جدا برضه بالتعامل مع القطاع الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحيه. احنا بنستهدف غير الاسواق التقليديه بتاعتنا، بنستهدف اسواق جديده، زائد الشريحه اللي احنا بنستهدفها
من المعدلات الاعلى انفاقا، وبنستغل طبعا المنتجات السياحيه الموجوده عندنا في مصر. واحنا مش بنتكلم بس على مستوى المنتجات، احنا بنتكلم طبعا احنا الجو بتاعنا معتدل في المتوسط على مدار العام. صحيح، حتى مع ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشوفها عالميا والتغير المناخي اللي حاصل، يظل المناخ عندنا في افضل حال. ما زال طبعا بالمقارنه بدول كتير موجوده في العالم ان ما زال المناخ بتاعنا معتدل جدا، زائد ان احنا عندنا منتجات سياحيه كتير، السياحه الشاطئيه، الثقافيه وخلافه، زائد احنا عندنا مستويات عديده من الفنادق، من اول يعني بدايه من 5 نجوم واربع نجوم وثلاث نجوم، وكمان دلوقتي شغالين على مستوى السياحه البيئيه والمعسكرات، والحمد لله احنا عندنا تعدد كتير راسي وافقي فيما يخص المنتجات السياحيه. ويمكن على راس هذا الموضوع منتج السياحه الثقافيه المصريه، لان هو متميز حقيقه ومش موجود في اي حته في العالم من حيث العدد او من حيث القدم، التاريخ والتنوع. واحنا شايفين كمان الدوله المصريه اهتمامها الكبير في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا فيما يخص السياحه الثقافيه، مثلا لاول مره اكثر من 30 كشف اثري كبير ومتاحف كبيره تم افتتاحها الفتره اللي فاتت، متحف الحضاره لاول مره يمكن في الاماكن السياحه الشاطئيه، متحف شرم الشيخ، متحف الغردقه. صحيح، فاحنا حريصين جدا جدا على حتى المنتجات اللي موجوده عندنا نطور فيها بكافه الاشكال عن طريق المجلس الاعلى للاثار بالتعاون مع المحافظات والجهات الاخرى المعنيه. واحنا الحمد لله يعني رغم وجود دايما تحديات، كل لما يعني بننتهي وبنحل تحدي من التحديات ده بيقربنا اكتر من الاهداف بتاعتنا، واحنا شايفين النتائج النهارده. فاحنا ان شاء الله ماشيين في الاستراتيجيه بتاعتنا بكل قوه وبدعم الدوله والجهات المختلفه، نشكرهم جدا جدا ونشكر الشعب المصري على تقديره لاهميه السياحه في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي العام بيمر بيها، رغم ان احنا محققين الحمد لله نتائج ممتازه ونعد بمجهود اكتر انا وزملائي علشان نوصل لما نطمح اليه باكتر من كده بكتير. صحيح، ويمكن حتى التصرفات الفرديه للناس لما بنشوف انه في تصرف فردي غلط في مكان اثري، بقى الناس عندها غيره على بلدها انه ما ينفعش حد يجي مصر ويحصل له اي موقف احنا ما نرضاش عنه. بنلاقي تفاعل كتير من السوشيال ميديا، وبنلاقي كمان رد فعل من الجهات الحكوميه المشرفه على ده. عايزه اسال حضرتك عن تجربه مهرجان العالمين وازاي ده بينعكس على الحجوزات في الساحل الشمالي، واحنا بنتكلم انه يعني لو بنتكلم على اخواتنا العرب فبيبقى في عدد كبير منهم موجود في الساحل الشمالي في الصيف، واعتقد انه كمان العدد ده في ازدياد. وهنا انا لازم اسال حضرتك عن الطاقه الاستيعابيه في الساحل الشمالي، لانه ده يعني يقابل الاعداد، يقابل كمان ان احنا لازم نشتغل على الطاقه الاستيعابيه للفنادق في الساحل الشمالي. عايز اقول لحضرتك ان الفتره اللي فاتت تم التعاون مع وزاره الاسكان والهيئه العامه للتنميه السياحيه فيما يخص تخطيط الساحل الشمالي واتاحه عدد اكبر من الغرف الفندقيه السياحيه، وده اللي انا كنت بقوله يمكن في الاول محور رئيسي من المحاور في الاستراتيجيه بتاعتنا، زياده الطاقه الفندقيه لثلاث اضعاف، والساحل الشمالي طبعا هيبقى له نصيب كبير في هذا الموضوع عن طريق اتاحه الاراضي وتسهيل الاستثمار للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب لزياده القدره الاستيعابيه. مهرجان العالمين طبعا هو مهم جدا بالنسبه لنا لسبب بسيط، احنا منذ فتره قريبه كنا تعاقدنا مع تحالف انجليزي كندي لتطوير استراتيجيه لترويج السياحه المصريه، وكانت النصيحه ان احنا محتاجين ان احنا نسوق لمصر كوجهه سياحيه متميزه باثارها وتاريخها ومنتجاتها السياحيه المتنوعه، لكن في نفس الوقت محتاجين نتكلم عنها بطريقه حديثه ويمكن شويه فيما يخص الترفيه والانشطه وسياحه المغامره ك منتج جديد بنسعى الى دفعه. فمهرجان العالمين بيتصل جدا جدا مع هذه الاستراتيجيه، واعتقد اللي انا حابب اقوله طبعا نشكر القائمين على هذا المهرجان الكبير، يمكن بقالنا سنين طويله بنقول احنا عايزين احداث كبيره تجذب السياحه وتبقى مستدامه وليها مواعيد معينه في السنه على اعتبار ان احنا نبني عليها للسنين القادمه، واعتقد انها بدايه ممتازه. نشكر القائمين على مهرجان العالمين، وان شاء الله نسعى للعمل ان هذا الحدث يكبر ويستمر بالوقت ونزيد كمان في المحافظات السياحيه الاخرى.
بين سيناء والبحر الاحمر والمحافظات الاخرى. صحيح، يعني افكار زي فكره مهرجان العلمين الحقيقه فكره عظيمه، وبنوجه كل الشكر لصاحب هذه الفكره، وبنتمنى انه يستمر ونشوف مهرجانات زي مهرجان العلمين زي ما حضرتك يعني بتقول في محافظات اخرى، لانه ده بيعكس صوره للعالم عن مصر. هي دي الصوره اللي احنا عايزين نوصلها لضيوفنا الكرام اللي موجودين على أرض العالمين دلوقتي. شكرا لكل القائمين على مهرجان العالمين اللي بينعكس بدوره على السياحة وأعداد السياحة المستهدفة السنة دي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.